مشاهدي قناة الساحل تي في، أهلا وسهلا بكم هنا من الملعب البلدي بمدينة أكودا، أين يدور لقاء دور 16 من كأس تونس بين الهلال الرياضي بأكودا والاتحاد الرياضي المنستيري. تقرير مفصل عن هذه المباراة، شاهدوا معنا هذا التقرير. كناش ننتظر واحنا معناها باش نقبل زوز اهداف في شوط، فما نوع من الاستسهال للمنافس عند اللاعبين زادا من كروشي. الحمد لله رجعنا في المقابله، نحب نشكر فريق المنافس على المردود اللي قدمه، وان شاء الله يكون هذا درس من جميع وراي الكره. كما نقولوا ما فيهاش حقره والكره غداره، 11 كونتر 11 كل شيء بوسيبل. الحمد لله ربحنا ماتشونا، وان شاء الله في الدور القادم ونقدموا اكثر ما يمكن في الكاس، ولما لا معناها نكونوا في الدور النهائي ان شاء الله. مباراه كاس بتم على كلمه تسابق وتلاحق، فريق المحلي معناها فريق معناها نجم نقولوا مغمور، لكن عنده امكانيات كبيره اليوم، خذا الاسبقيه علينا معناها في مناسبتين، دونك صعبت علينا مأمورية، لكن الحمد لله قبل ما ندخل الشوط معناها ظلنا الفارق بين الشوطين، نعطينا التعليمات انه ما نتسرعش في عقلنا، عندنا اسلوبنا في اللعب، عندنا تدرجنا بالكره، من معناها لي روبير تاعنا ما نضيعهمش، ولو انه دفاعيا في بعض الحالات كنا معناها على مرمى حجر باش نقبلوا هدف ثالث، لكن الحمد لله رجعنا في المباراه، سجلنا ثلاثة الاهداف اللي لزمنا باش ترشح. دونك انا اليوم مانيش مرتاح، لكن مانيش فرحان، مرتاح بالنتيجه لانه ترشح صعيب لا محاله، لكن مانيش فرحان بالاداء الفردي والجماعي، وثم عدة أمور للمراجعة إن شاء الله معناها في المباريات الجاية معناها نتفاداو هالنقائص هذه. ومعناها كما يقولوا بالنسبة لنا احنا اليوم الفريق كان منقوص من عدة ركائز، لكن ما يعنيش هذا، ما يعني شيء، لأنه كل لاعب يجب يكون معناها جاهز 100%، اليوم فيه وعليه معناها، لكن هذا كله يصير تقييم من بعد، وكل واحد معناها ياخذ حقه في الفريق. التاريخ باش يسجل، انتم كملتوا شوط على الاقل منتصرين على فريق يحتل المرتبه الرابعه في البطوله التونسيه، وقلق الناس الكل. الحمد لله، يعني مش تاريخيا، راهو احنا عندنا جمعيه نعرف امكانياتنا من الاول، راهو احنا جينا مستير مش نربحوا، والله صدقني والسكور اللي تفهمنا عليه اربعه، راهو مش نبدا واضحه مع الناس الكل. عندي ثقه في جمعيتي، نعرف عندي جمعيه، معناها اليوم لو كان كودا تلعب اليوم بتسعه ملاعبيه، كونتر جمعيه تلعب ب 11 ملاعبي ومعاها حكم معاها، معناها ما تنجمش تربح. اليوم جبنا برشلونه، اليوم ما تربحش المستير، يعني حكم زوز بلانتيات مش مفهماش، تجي ضرب جزاء لكودا ما يعطيهاش على خاطر تولي سكور ثلاثه بلاش، ما يساعدش ما يقلقش، ممكن ما يقلقش الاربيتر، يخلق الاربيتر. احنا كان الهدف نتاعنا كنا رابعين اربعه بلاش ونعطيو درس في الكوره للمستير، الحمد لله اعطيناه درس، خلينا المستير تضيع في الوقت ولا تعمل شو في دقيقه 90. أكودا راي برجالها، وباش تسمعوا منه نافع صاعد، باش تسمعوا أكودا، باش تسمعوا بها إن شاء الله في 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 بلايص خير من البلاصة اللي موجودة فيها تو. ماتش كان صعيب ياسر، معناها ليكيب فريق أكودا كان موتيفي على الآخر، فهمتني، وكريت معناها سجلونا زوز أهداف، البونت الأولاني معناها ميتون الأولاني ساعدنا على الآخر، والحمد لله معناها دخلنا بين ميتون حطينا في قلوبنا باش نجيبوا ترشح من هنا من أكودا، وإن شاء الله جاي خير بقدر رب. اللاعبين كانوا ديسبليني تكتيكمون سير درا، عطاو كل ما عندهم، طبقوا، نشكرهم على المجهود اللي قدموه على تيل 90 دقيقة، صحيح نلعبوا ما وين يبغوا، مي تعدينا من المقابلة وتسرقت لنا اليوم المقابلة أمام جماهيرنا وفي ملعبنا، على هفوات تحكيمية، وظلمنا بصراحة، ظلمنا الحكم، ما نجمش نقول أكثر من هكا معناتها. والله الحمد لله قدمنا اللي علينا، من عنا قداش ونحن كونسنتري على الماتش بتاعنا، قدمنا اللي علينا، والله تظلمنا شويه اليوم،
الحمد لله الجوارات الكل حاطه في قلبها باش ان شاء الله اليوم نعملوا ريزلتا باهي ما لا غالب. اجمالا المباراه ممتازه من جانبكم رغم الفوارق في الامكانيات البدنيه والفنيه. والله ياكم شفتوا اليوم ما فماش فرق بين ديفيزيون ناسيونال آ ولا ديفيزيون 4، اليوم احنا كنا خير منهم، اما الاربيت ربي يهديه كان مشي يلبس ماريو نقص باش يلبس ماريو الازرق وكاو، اما احنا علمنا اليوم شنو معناه الكوره وعلمنا ناسيونال آ ما يفرق حتى شيء كي تبدا فما القليب وفما الروح ما يفرق حتى شيء، واحنا الاوبجيكتيف نتاعنا احنا نطلعوا الاوبجيكتيف نتاعنا مش الاوبجيكتيف نتاعنا الكوب، ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب و الله غالب الله غالب الله غالب. الحمد لله معناها كريت ماتش صعيب ماتش ما نعرفش كيفاه تعدى هو مركونا دو بيوت معناها سور لو كونتر كانوا واقفين التالي مليح هما الحمد لله ربي وفقنا معناها جبنا 3 بوان. ماتش صعيب برشا بيان سور صعيب برشا ولا كنا متوقعينه ماتش باش يكون صعيب مي ما حضرناش على الاجواء هذيا واحد اللي برشا معناها مش مستانس بيه بالاجواء هذيا الحمد لله معناها الاولاد كانوا كابابل وجامي تو رجعنا في سكور وعرفنا معناها المنافس ضعيف فيزيكمون قعدنا ندوروا في كوره الحمد لله وكه الحمد لله عايشك